السلام عليكم. احنا كنتوجهوا بطريق السيار الرابطه بين الدار البيضاء والرباط، على ما اظن الطريق عامره بزاف، غتكون شي حادثه سير. نتمنى الله ان شاء الله تكون حادثه سير خفيفه عامره. مجموعه ديال الناس صحاب السيارات اللي كيخدموا الكلاكسون، لان الطريق عامره بزاف. يا ربي السلامة. أنا سمعت على ما أظن وقال لك شي حديث تسير ديال سيرموك، لكن باقي ما مأكدينش. دابا حنا في الطريق دابا بس نحاولوا نتأكدوا. صاحبي لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس ما كتصبر، الناس ما كتصبرش. كاين واقع حدث تسير خطيرة والناس ما كتصبرش. كيف كتسمعوا لون في ناس محبوسة، البوليس محبوسين، فهمتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نتمنى ان شاء الله يكون خير. سي توماس، هاد السير في طريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء والرباط. نتمنى ان شاء الله تكون خير، لان هاد السير الطريق عامرة من قبيلة، ما كنبصش بالخير. انا ما اظن كاين شي حاجة تسير. أتمنى الله السلامة. أتمنى الله السلامة. طريق السيارة على ما أظن كاين شي حاجة تسير.
السلامة. سوس حط الدراجات كي بس غادي الناس فوق الموتور. ربي السلامة سوس مسخي طويلين هذو. غادي نبو واحد السرعة ديال أكثر من 100 كيلومتر في الساعة. غادي نحاول نقربكم ليهم شوية. كي بس غادي غادي على الموتور غادي ناعس ودير ريد وحده بالسايق وكيدوز بين الطوموبيلات. وهادو كيصوروا فيهم صحابهم كيصوروا فيهم. هما الزوج هادو هما غيديروا انتيردي. لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الناس هادو كيتسابقوا بالمطر في طريق السيارة عامرة وصحابهم كيصوروا فيهم تحت القنطرة. كنتم معنا مسابقة رسول تي في من طريق السيارة. شكرا لكم. إلى اللقاء في مباشرة